السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوتشوان سوروبان لتعلم الحساب الديني. في هذه الحصة إن شاء الله وتتمة للحصص السابقة التي تعرفنا من خلالها على قاعدة المساعد الكبير، وكذلك على الحصة الأخيرة التي تعرفنا من خلالها على كيفية عمليات باستعمال قاعدتي المساعد الصغير والمساعد الكبير في الوحدات. الآن سنتعرف على كيفية استعمال قاعدتي المساعد الكبير والمساعد الصغير في العشرات. سنتطرق مع المثال الأول كما هو ملاحظ هنا في الصورة. يلا ياسر، دير لي 37. 37 زائد 35. لكي نضيف هنا العدد 35، أي قاعدة نطبق؟ نحذف 5 وننشط 10. سيبيا نعطل 5 وننشط 10، لأن المساعد الكبير للعدد 5 كما ذكرنا هو المساعد الكبير للعدد 5 هو 5. أنا أطرح 5 وننشط 10. هنا لكي أضيف العدد 30، ماذا ألاحظ هنا؟ أن عدد الخرزات غير كافية لإنجاز العملية. هنا أي قاعدة نطبق؟ كم عدد المساعد لعدد 3 كم؟ لماذا سنطبق المساعد الصغير هنا؟ نحذف 2 وننشط 5. مزيان، في هذا المثال سنطبق المساعد الصغير، لأنه المساعد الكبير لدي للعدد 3 كما ذكرنا سابقا هو 7، وهنا لا أتوفر على العدد 7 لكي أطرحها، يعني أطبق المساعد الصغير للعدد 3 هو 2، أطرح 2 وأنشط 50 والنتيجة 72. أكتب 72. ننتقل إلى المثال الآخر. تصفر المعداد. 43 بسرعة، 43 زائد 72. لكي أضيف العدد 2 هذا ماذا نلاحظ؟ هل أستطيع إضافة العدد 2؟ لا. ماذا نطبق؟ المساعد العدد 2 كم؟ 3. أطرح 3 وماذا أنشط؟ 3 وأنشط 5. سي بيان، هنا طبقنا قاعدة المساعد الصغير العدد 2 هو 3، أطرح 3 وأنشط 5، لأنه لا نستطيع في هذا المثال أن نطبق قاعدة المساعد الكبير، لأنه كما تعرفنا سابقا المساعد الكبير للعدد 2 هو 8، وهنا لا أتوفر على العدد 8 لكي أطرحه، لذلك طبقنا قاعدة المساعد الصغير. أريد أضيف العدد 70. المساعد العدد 7 كم؟ 3. ماذا أفعل؟ أطرح 30 ونشط 100. سيبيا، هنا كما ذكرت إذا طبقنا قاعدة المساعد الكبير على محور العشرات ننشط المئات. النتيجة، أكتب النتيجة. هنا 54 زائد 54، ماذا نلاحظ هنا؟ اشرح لي ياسر. هنا لا يمكننا إضافة العدد 4، إذا نطرح 1 ننشط 5. أي قاعدة طبقنا؟ طبقنا قاعدة المساعد الصغير للعدد 4 هو كم؟ هو 1. أطرح 1 وأنشط 5. نعم، يلا أضيف العدد 50. ماذا نجد في العمل؟ لا يمكننا أن نضيف 50، إذا نطرح 50 ونضيف 100 وننشط 100، والنتيجة 108. سيبيا، المثال الآخر بسرعة. 33 زائد 47، شرح ليش من قاعدة طبقتي؟ قاعدة المساعد الكبير لا يمكننا إضافة العدد 7، إذا نطرح العدد 3 ونضيف 10. مزيان، أضف العدد 40. لا يمكننا إضافة العدد 40 في هذا، يعني المساعد الصغير للعدد 4 كم؟ المساعد الصغير للعدد 4 هو 1، نطرح 1 وننشط 5. والنتيجة؟ والنتيجة 8. اكتب النتيجة. سير المثال الآخر. 32 54، اشرح ليش من قواعد طبقتي؟ لا يمكننا إضافة العدد 4، لا يمكننا إضافة العدد 4، إذا نستعمل قاعدة المساعد الصغير. قاعدة المساعد الصغير، نطرح 1 وننشط 5. مزيان، إضافة العدد 90، أي قاعدة نطبق؟ لا يمكننا إضافة العدد 90، نطبق قاعدة المساعد الكبير للعدد 9 هو؟ نطرح 1 وننشط 100. سيبيان، كم النتيجة؟ 126. يلا أكتب نتيجة. ياسر، تخدم شي أمثلة؟ يلا مثال آخر. 83
زائد 52. لا يمكننا إضافة العدد 2. نستعمل قاعدة المساعد الصغير. للعدد هي 2 هي عدد كم؟ 2 هي 3، نطرح 3 ونشيد 5. سي بيان، زائد 50. هل أستطيع إضافة العدد لا 50؟ يمكنني إضافة العدد 50. نستعمل قاعدة المساعد الكبير، نطرح 50 مساعد الكبير شو من عدد؟ المساعد الكبير للعدد 5، نطرح 50 ونشيد 100. سي بيان، كم النتيجة؟ النتيجة هي 135. 66. مثل العدد 66. يلا الأستاذ ياسر، زائد 99. اشرح لي من القاعدة طبقتها. لا يمكننا إضافة العدد 9، إذا نستعمل قاعدة المساعد الكبير هي للعدد العدد 9، 9 هو نطرح 1 وننشط 10. سي بيان، زائد 90. لا يمكننا هنا إضافة العدد 9، نستعمل قاعدة المساعد الكبير للعدد 9، نطرح 1 وننشط 100. مزيان، نطرح 10 ونشط 100 والنتيجة 100 و 165. اكتب النتيجة. جيد، أحسنت. يلا المثال الآخر، 54 زائد 53. سي بيان، كم النتيجة؟ 107. يلا اكتب 107. يلا الأستاذ ياسر، 33 زائد 82. سي بيان، طبقنا قاعدتين، المساعد الكبير والمساعد الصغير. اشرح ياسر. يلا الأستاذ ياسر، ياك مش هداك الخلعة. يلا اكتب النتيجة. يلا 44 كضحك زائد 94. وتسعة. جيد، كم النتيجة؟ النتيجة هي 138. جيد، أحسنت. أستاذ ياسر، كيفاش حسيتي وأنت كتشرح لنا قاعدة المساعد الصغر والمساعد الكبير؟ يعجبني أن أشرح للتلاميذ الآخرين ليتعلموا كيفية الحساب. فاش لقيتي الشرح سهل؟ يعني إلا فهمتي شي قاعدة تقدر تشرحها للناس الآخرين عادي. نعم نعم، أحسنت، جيد. صفقوا لي على ياسر. برافو ياسر. ياسر يا ياسر، ياسر تزكوغن، ياك ياسر الثاني. يلا المثال الآخر، 11 زائد 44. هنا ماذا نلاحظ؟ يعني لا يمكننا إضافة العدد 44. أي قاعدة نطبق؟ المساعد الصغير. مزيان، أحذف 1 ونشط 5. مزيان، كذلك في العشرات أحذف 1. مزيان، زائد 55. أي قاعدة أطبق هنا؟ المساعد الكبير للعدد 5. 5 كم هو؟ أحذف 5. أحذف 5 ونشط 10. أحذف 5. سي بيان، اكتب النتيجة. أحسنت. 20 زائد 39. لكي أضيف العدد 9، كم مساعد 9؟ أحذف 1 ونشط 10. مزيان، زائد 30. أحذف 2 ونشط. زائد 34، كم مساعد 4 هنا؟ 1. أحذف 1 ونشط. أحذف 1 ونشط 5. زائد 30. نشط. عدد الخرزات كافية. مزيان، أكتب نتيجة. يلا المثال الآخر، 11 بسرعة زائد 39. أحذف 1 ونشط 5. مزيان، زائد 30 ثم أحذف 2 ونشط 5. زائد 34. عدد الخرزات كافية ونشط كم النتيجة؟ أكتب النتيجة. هنا بالنسبة لطريقة يعني كيفية استعمال عملية حساب عمليات باستعمال قاعدتي المساعد الصغير والمساعد الكبير، يعني في البداية يعني يحتاج الطفل أو المتعلم إلى التفكير في كيفية إنجاز العملية، ولكن مع المدة ومع الممارسة كتصبح تلقائية، يعني الطفل يتمكن من إنجاز العمليات الحسابية بطريقة تلقائية بدون أن يفكر في القاعدة. يعني فقط في البداية نحتاج أن نفكر جيدا وأن نلاحظ جيدا أي قاعدة نطبق. أتمم ياسر، غير أتمم. يعني سيلاحظ أي في البداية نحتاج إلى الملاحظة حتى نضبطها جيدا، ومع كثرة التطبيقات وإنجاز أكبر عدد من العمليات سيتمكن من إنجازها بشكل تلقائي دون التفكير في القاعدة. سيبيان، مثال آخر ياسر، 31 64. 64
وستون، عندي ستون كينا زائد 55. وخمسون سي بيان، كم النتيجة؟ 150. أحسنت. كيفاش جاك الشرح ياسر؟ تشرح هذا ياسر الثاني ماشي ياسر الأول. كيفاش جاك تشرح لينا هذا؟ تحسب أمام الكاميرا أم مزيان؟ تقدر دابا تشرح داكشي اللي فهمتيه للناس الآخرين بكل ثقة. برافو أحسنت، هذا هو الهدف. يلا ها ياسر المثال الآخر 99. يعني مزيان الطفل هنا باش كتشجعوا انه يستمر وانه يحبب الحساب الذهني، ما يكونش فقط غير متلقي وانما نعطوه فرصه ايضا انه يشرح لنا اشنو تعلم. بحال دابا الاباء والامهات اللي كيصيفطوا وليداتهم انهم يتعلموا الحساب الذهني، الاغلبيه ما كتكونش عندهم يعني لا تكون لديهم فكره ما معنى الحساب الذهني، وهذا هنا اتركوا فرصه لاطفالكم ان يشرحوا لكم ماذا تعلموا بالضبط، وهكا تشجعوهم وبالتالي كيكتسبوا الثقه بالنفس. يلا المثال الاخر ياسر، الاستاذ ياسر ياك عندي اساتذه ما شاء الله. يلا 44 زائد 47 زائد 53، كم النتيجه؟ يلا اكتب 144. احسنت ياسر 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 اس 2. يلا مثال اخر بسرعه، 38 زائد 57 جيد زائد 95. أحسنت، كم النتيجة؟ 190. مزيان الله أكتب 190. المثال الآخر بسرعة، 43 زائد 44، هنا سنطبق المساعد الصغير للعدد 4 هو 1، نطرح 1 ونرشد 5 زائد 65 مساعد 6 40 سي بيان. كم النتيجة؟ 152. جيد، شكرا جزيلا ياسر، تصفيقاتي على ياسر، برافو. مع الأستاذ أمين أو الدكتور أمين. يلا المثال الأول أمين، 65 زائد 55، اشرح لي ماذا فعلت. يلا شنو طبقنا تما المساعد الكبير للعدد 5؟ تنقصو 5، نطرح 5، نطرح 5 وأضيف 10 وأطرح 50 وأضيف 100. مزيان، زائد 44، هنا عدد الخرزات الكافية، عدد الخرزات الكافية، هنا نضيف 4 ولكن هنا عدد الخرزات، عدد الخرزات ليست كافية لنضيف 4 فننزل نحذف 1 ونضيف 5. مزيان، أي قاعدة طبقنا؟ المساعد الصغير أم الكبير؟ المساعد الصغير. جيد، كم النتيجة؟ أكتب النتيجة. نتيجة 164. مزيان. يلا المثال الآخر بسرعة، 64 زائد 34. عندي تما الخرزات كافية ولا لا؟ طبقت المساعد الصغير في المثال الأول. عاودها، 64 زائد 34. 4 لا يمكن أن ليست لدي خرزات كافية لأضيف 4 ولكن نطبق المساعد الصغير للعدد 4. للعدد 4 ننزل 1 وأضيف وأنشط 5. 5 سيب يا أحسنت، ولكي أضيف العدد 3 ماذا ألاحظ هنا؟ ألاحظ أن الخرزة الكافية لأضيف 3 وأضيف 3 سيب يا زائد 5 و 40. 5 المساعد الكبير، المساعد الكبير نطرح 5 ونضيف 10. هنا ماذا وجدت هنا؟ عندما طرحت العدد 5 أريد أن أضيف العدد 10، ماذا وجدت؟ عدد الخرزات غير كافية. هنا نطبق المساعد الكبير للعدد 1 هو كم؟ هو 9. نطرح 9 وننشط 100. يلا طرح 9 ونشط 100، كنطرح 9 ونشط 100، ديك كيفاش كنحيد 9 ونشط 100. مزيان، زائد شحال بقى لنا؟ 40 زائد 40، الخرزات الكافية لنضيف 4 ونضيف 4. يلا كتب النتيجة. سي بيان الدكتور امين. يلا المثال الاخر، ما بقاش تحشمو عادي. يلا 22 زائد 29 مساعد 9. المساعد 9
ننزل واحد وننشط 10. زين، زائد 20. هل أستطيع إضافة العدد 20؟ لا. أنا مساعد 2 كم؟ المساعد 2 هو 3. أي قاعدة طبقنا هنا؟ مساعد صغير للعدد 2 هو 3. ماذا أفعل؟ نطرح 3 ونضيف 5. زائد 4 و 4. ليست الخرزات كافية لأضيف 4 في الوحدات، وأنزل واحد ونشط 5. مزيان، زائد 4. الخرزات في العشرات كافية لأضيف 4. سيبيان، يلا نتيجة جيد. هنا كما ذكرت سابقا ان يعني الاطفال مع المده ومع كثره التطبيقات يجدون العمليات، يعني يقوم ينجزون العمليات بالقواعد بتلقائيه، يعني لا يفكرون فيها، يعني هذا مع التعود ومع التطبيقات. المثال الاخر بسرعه، 11 زائد 99 بدون شرح، غير زائد 99 زائد 45. سي بيان، اكتب النتيجه. 55. المثال الاخر، 73 زائد 22 زائد 94. سي بيان، كم النتيجة؟ 189. يعني 11 زائد 44. سي بيان، هنا طبقنا المساعد الصغير زائد 95، نطبق المساعد الكبير. النتيجة هي 150. جيد، يلا الدكتور امين. 92 زوينه كلمه الدكتور ياك. زائد 74. انت قلتي لي بغيت نكون دكتور، داكشي علاش كنعيط لك دكتور. زائد 43. 209 لك سعاده المهندس. قول ان شاء الله. يلا 21. 21 زائد 89 زائد 43. خير بيان، 153. جيد، مثال آخر لدي، 76 زائد 55، نطبق المساعد الكبير للعدد 5 زائد 50 زائد 24. سي بيان، 155. احسب لي العملية الأخيرة بالمعدة التخيلي بسرعة. 52 43 زائد 54 هي 149. يا نكتبها. احسنت امين، تبارك الله عليك. كيفاش جاك الشرح قدام التلاميذ الاخرى وامام الكاميرا؟ عادي. لانني اريد ان اوصل رساله للتلاميذ يريدون ان يتعلموا كيفيه الحساب الذهني. يلا هيك المكعب على انتهى القسم كامل. برافو عليك امين، يلا تصفيقات حار على دكتور امين، برافو. وبهذا نكون قد انهينا حصة اليوم. اتمنى ان يعجبكم الفيديو وان تشجعوا معي الاطفال الثلاث الذين ساعدوني في تسجيل هذا الفيديو، واتمنى ان يكون شرحهم راقكم. نلتقي، الهدف كما قلت سابقا هو ان نشجع الاطفال على شرح ما تعلموه سابقا، ولكي يكسبهم ذلك الثقة بالنفس، ويعني الطفل يستمتع في نفس الوقت. وبهذا نكون انهينا فيديو اليوم، نلتقي في الحصة المقبلة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.